أهلا بكم من جديد. لم يترك فيروس كورونا دولة إلا وغزاها بضحاياه، متجاوزا كل الحدود والقيود، حتى أنه اخترق أعتى القواعد العسكرية في العالم. وزارة القوات المسلحة الفرنسية أكدت إصابة 50 فردا من طاقم حاملة الطائرات الفرنسية شارل دوغول بفيروس كورونا. وفي وقت سابق كشفت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أن فيروس كورونا أصاب 600 عسكري في الجيش الفرنسي. وقد قفز عدد المصابين بكورونا على متن حاملة الطائرات الأمريكية تيودور روزفلت إلى أكثر من 400. لتعلن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بين موظفيها تجاوز 3000 شخص، معظمهم من العسكريين. في إيطاليا تم الإعلان عن إصابة رئيس هيئة الأركان سلفاتوري فرينا و12 آخرين، بينما توفي ضابط برتبة مقدم. وفي أعماق البحار أصابت عدوى الفيروس غواصة تابعة للبحرية الهولندية في بحر الشمال قبالة ساحل اسكتلندا، حيث أصيب 15 شخصا فيها. ويوم الجمعة الماضي أعلن الجيش السويدي إرجاء تدريب عسكري دولي ضخم يستمر شهرا ويضم نحو 25 ألف فرد جراء انتشار فيروس كورونا. وفي ظل تفشي كورونا الهائل نزلت الجيوش على الأرض للمساعدة في التصدي للفيروس عبر تطبيق منع التجول والمساهمة في بناء المستشفيات الميدانية، إضافة إلى مزيد من المهام الإنسانية. وينضم إلينا من فيرجينيا مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لورنس كورب. أهلا بك سيد لورنس عبر سكاي نيوز عربية. أبدأ معك من هذه المحصلة الكبيرة، إن كان في الولايات المتحدة أو إن كان أيضا في فرنسا وإيطاليا، هل تصمد الجيوش أمام هكذا أوبئة تفتك بالمقاتلين وبالقيادات في آن؟ نعم، أعتقد بأنها يمكن أن تصمد. ما نتحدث عنه مثلا هو القوة الأمريكية، حيث هناك حوالي 1,200,000 جندي، وهناك 2000 الذين طبعا قد تم اختبارهم أو فحصهم وبعضهم أدخلوا إلى المستشفى أو عدد قليل منهم فقط. ويمكن أن نقول بأن طبعا قائد الجيوش الأمريكية قال بأنه طبعا لا يمكن مثلا تجنب هذا الفيروس ولكننا مستعدون له. سيد لورنس، هل الإجراءات التي تتخذ عادة في المجتمعات المدنية هي نفسها التي تتخذ عند القواعد العسكرية والجيوش لمكافحة الوباء، أم تكون أكثر صرامة ومختلفة؟ لا يمكن أن يكون هناك نفس الشيء. مثلا إذا نظرنا إلى مثلا تيدي روزفلت حاملة الطائرات، حيث هناك مثلا العديد من القواد وغيرهم وتم طرد طبعا قائد السفينة. طبعا إذا كانت لديك مثل حاملة الطائرات هذه فيكون هناك فضاء صغير، وبعض الناس أحيانا 6 أو 7 أشخاص ينامون في نفس الغرفة ويستعملون نفس الأدوات، إذن ليس هناك فضاء واسع. ومثلا في قضية روزفلت لذلك انتشر الفيروس بسرعة، هناك حوالي 2000 كما قلت في تلك السفينة فقط، وأخرجوا المئات منها. إذن البحرية الأمريكية من الصعب عليها مقارنة مثلا بالجيش البري أو القوات الجوية حيث لديهم اتساع، ولكن كما قلت إذا كان الجيش وكانت هناك عمليات عسكرية فبكل تأكيد لا يمكن فقط التركيز على العدو. سيد لورنس، هذه الإجابة الثانية ألا تعني بأن هذه القطاعات حيث أعداد الإصابات، يعني على سبيل المثال ناقلة جند أو غواصة، ستصبح خارج الخدمة، ما يعني تعطل عملها عسكريا؟ حسنا، أساسا طبعا لا يمكن أن تفعل ما تفعله طبيعي في كعادتها. أعتقد أنه بالنسبة للبحرية من الصعب مثلا الآن أن تبعث روزفلت بعد إخراج 2700 وهم نصف البحرية هناك أو عدد البحارة، ولكن في الظروف القاسية فيمكن أن يرسل حاملة الطائرات روزفلت
ولكن طبعا من أجل سلامة الناس فهناك مخاطر إذا أرادوا أن يعيدوها حيث يكون هناك مثلا مخاطر أخرى. سيد لورنس، الجيوش من المعروف بشكل عام بأنها تساعد في الحد من تفشي الوباء عبر تطبيق منع التجول، عبر بناء المستشفيات الميدانية. هل الإصابات يمكن أن تؤثر على مهامها أم أن الأعداد لا تزال قليلة بشكل لا يمكن أن تؤثر على دور الجيوش في هذا الصدد؟ في الولايات المتحدة كما قلت أولئك الذين يقومون بالعمل مثلا بالحجر وغيرها وفي الشوارع هم من الحرس الوطني وأيضا من الاحتياطيين، ليسوا من قوات، لدينا 800 ألف في الاحتياطي، ونحن طبعا ندعو بعضهم مثلا لمواجهة الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والأزمات وغيرها. الآن تم استدعاء حوالي 20 ألفا من أولئك الاحتياطيين وهم يعملون في الكثير من الولايات. تذكروا بأنه كان هناك إعصار كاترينا مثلا، وكان هناك أيضا الإعصار في نيو أورلينز حيث لعبوا دورا كبيرا هناك. كمساعد وزير دفاع سابق، هل قد تسجل كورونا ربما شبه استحالة أمام الجيش الأمريكي أو سائر الجيوش؟ هل هنالك تجارب سابقة شبيهة اليوم بعزل إن كان القطاعات العسكرية الجوية البحرية وأيضا المشاة، إضافة إلى القطاعات داخل مبنى البنتاغون وهي يعني التي ينط بها العمل الإداري؟ حسنا، أنا أتوقع بأن أعداد الحالات وخاصة مثلا في البحرية والحرس الوطني أو الاحتياطيين في المدن بأن ترتفع أعداد الإصابات بينهم، ولكن بالنظر إلى ما حدث في روزفلت وقائد السفينة حيث اشتكى على الملأ وتم طرده، طبعا أعتقد بأن الموظفين الآن يعتنون بالأمر. أعتقد بأننا سنتجنب بأن يخرج الأمر عن السيطرة، ولكن ليس هناك شك بأنه خلال التاريخ تكون هناك أوبئة ويمكن أن تضر بالجيوش، ورأينا مثلا العديد من الجنود الذين ماتوا من الحمى الإسبانية أكثر من الذين ماتوا في الحرب العالمية الأولى. ولكن طبعا أعتقد بأن علينا أن نسيطر على الأمور، وأعتقد بأن الوزارة تعتني بالأمر. مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لورنس كورب من داخل الحجر المنزلي في فيرجينيا، شكرا جزيلا لك.